شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. المقطع الأول من مقاطع هذه الآيات المباركات يشير إلى ركن مهم من أركان الحج، وهذا الركن هو التوقيت. هذه الظاهرة، ظاهرة التوقيت، لا نجدها في الحج فقط، وإنما نجدها في مجموعة أخرى من العبادات. الصلاة مثلاً لها وقت محدد، لا يمكن أن تتقدم على هذا الوقت ولا أن تتأخر عنه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الفقهاء
يقولون إن هذا التوقيت مبني على الدقة العقلية. هنالك بعض الأمور الناس يتسامحون فيها، ولكن هذه العبادة مبنية على الدقة العقلية المنطقية، يعني لا يمكن أن نبدأ قبل الوقت ولا بثانية واحد. إذا واحد بدأ متعمدا قبل الوقت بثانية واحد فصلاته باطلة، ولا يستطيع أن يتأخر عن الوقت بثانية واحدة. هذا توقيت محدد معين. هذا النوع من التوقيت يعطي للإنسان المؤمن المتدين نوعا من الانضباط في حياته. الإنسان لا يستطيع أن ينام متى ما أحب أو يستيقظ متى ما أحب، لا، لأن هنالك توقيتا معينا حدده له الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الفقهاء إن الإنسان إذا كان يعلم أن سهره بالليل يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح فسهره محل إشكال، لأن هذا السهر يؤدي إلى تفويت الواجب في وقته. إذا كانت القضية متوقفة على أن ينام مبكراً فيجب عليه أن ينام مبكراً، وإذا كانت القضية متوقفة على أن يستخدم بعض المقدمات لكي يكون يقظاً في ذلك الوقت، يعني يحتاج إلى منبه مثلاً أو يحتاج إلى أن يتفق مع صديق له على أن يوقظه في ذلك الوقت، يجب عليه ذلك، لأن هذه مقدمات وجودية لوجود الواجب في وقته. هذا التوقيت مهم، ولذلك نرى أن آباءنا أجدادنا الشباب المتدين الآن الذين يسيرون على منهج الآباء والأجداد، هؤلاء الشباب ينامون في أول الوقت كما هو المحبوب، كما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة صلوات الله عليهم، كانوا ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا، وهذا هو المنهج الذي وضعه الله تعالى للكون.
كما كان يقول أحد المؤمنين: عندما يأتي الظلام، يعني اذهب ونم، هذا معناه. الظلام مو معناته أن تشعل المصابيح الكهربائية وتسهر إلى الصباح. الظلام يعني روح ونام، هذا معناه. والنور يعني استيقظ. هذا خلاف المنهج الطبيعي أن الإنسان يستيقظ إلى وقت متأخر في الليل وينام في النهار. هذا خلاف المنهج الذي وضعه الله لهذا الكون، وخلاف الطريقة التي كان يسير عليها المؤمنون. المؤمنون كانوا ينامون في أول الليل وكانوا يستيقظون، المتدينين الملتزمين المقيدين جعلنا الله منهم، كانوا يستيقظون في السحر وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: تتجافى جنوبهم، يعني نايم في الفراش، الفراش يشده ولكنه يقلع نفسه من ذلك الفراش، قلع. تتجافى، هذا العمل فيه صعوبة ولكن هذه طبيعة المؤمن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقوم ويذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا في يوم من الأيام هؤلاء الأولياء، هؤلاء المؤمنون، إحنا في يوم من الأيام، إحنا الأفراد العاديين، إذا في يوم من الأيام لا سمح الله، في يوم من الأيام إذا استيقظنا ورأينا أن الشمس طلعت، كم نتأثر، كم نتألم. الإنسان يبدأ يومه بالمرارة، يشعر أنه في هذا اليوم مو موفق. نقرأ في دعاء الصباح: وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. كم نتألم. ربما الإنسان المتدين يشعر بالمرارة إلى آخر ذلك اليوم. أولياء الله سبحانه وتعالى تعرض لهم هذه الحالة، نفس هذه الحالة التي توجد عند المؤمنين الملتزمين. إذا يوم من الأيام قام ورأى أن المؤذن أذن، هذا الإنسان إذا يوم من الأيام قام، الآن الأذان ساعة كم في الصباح؟ في الساعة الخامسة وشيء. إذا قام شاف أن المؤذن أذن، أو قام وشاف بعد دقيقتين المؤذن أذن، يتأذى من ذلك، يشعر أنه بدأ هذا اليوم بالحرمان وبدأ هذا اليوم بالمرارة، ويفكر أنه ماذا فعلت في اليوم الماضي اللي ما تمكنت أن أقوم وأدرك فضيلة السحر. هذه الحالة توجد عند أولياء الله، هذه الحالة توجد عند المؤمنين الذين بلغوا مراحل من الإيمان. الوقت مهم، أما أنه واحد ينام في أي وقت أحب ويستيقظ في أي وقت أحب، لا، الوقت له قيمة، وعلى أساس الوقت، على أساس تنظيم الوقت في العبادة
المؤمن ينظم وقته كله. إذا موفق جعلنا الله من الموفقين، يستيقظ لنافلة الليل، بعد ذلك يصلي صلاة الصبح، بعد ذلك المؤمن، أحد العلماء كان يقول كلمة لطيفة، كان يقول المؤمن العادي فكيف بأولياء الله، لا يحب أن يعمل مكروها، حتى إذا في يوم من الأيام أقدم على مكروه يشعر بالامتعاض، يشعر بالحزازة في هذا العمل، لأن يعلم أن هذا العمل الله تعالى لا يحبه، فيشعر بالحزازة والامتعاض عندما يقدم على ذلك العمل. من المكروهات النوم بين الطلوعين، هذه إحدى الأشياء التي تسبب الحرمان من كثير من الخيرات والتوفيقات، وحتى تسبب للإنسان الحرمان في حياته المادية. فالمؤمن يحاول أن يواظب على هذا الوقت بين الطلوعين، فإذا هذا التوقيت العبادي، توقيت صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذا لا ينظم الحركة العبادية للمؤمن، بل ينظم كل حياة المؤمن. حياة المؤمن كلها تكون حياة منظمة، هذا أولها وهذا منتهاها وهذا وسطها. العجيب، راجعوا الكتب الفقهية، الفقهاء يقولون حتى النوافل لها وقت. النوافل غير الرواتب، الرواتب وقتها واضح، الرواتب اليومية، النوافل المبتدأ لها وقت معين. نحن عندنا في الأحاديث إن الصلاة خير موضوع، لاحظوا اهتمام الإسلام بالوقت، هذه القيمة التي نجدها في تعاليم الإسلام. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. في حديث آخر، الصلاة معراج المؤمن. في حديث آخر، الصلاة قربان كل تقي. ولكن مع ذلك النوافل المبتدأة، يعني تريد أن تصلي ركعتين لله باعتبار أنه معراج للمؤمن، هذا له وقت أيضا، مو أي وقت تصلي النافلة المبتدأ. هنالك أوقات الشارع يقول إني لا أحب أن تصلي فيها النوافل، راجعوا الكتب الفقهية، راجعوا العروة الوثقى، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الفقهاء يقولون النوافل مكروهة، النوافل المبتدأة مكروه. عند طلوع الشمس حتى حتى تنبسط الشمس النوافل المبتدأة مكروهة.
عند قيام الشمس حتى تزول الشمس النوافل المبتدأ مكروهة، بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب النوافل المبتدأ مكروهة، قبيل الغروب إلى وقت الغروب النوافل المبتدأ مكروهة. هذه الأوقات الخمسة التي تصرح الروايات، الإسلام دين عبادة وتوجيه إلى الله، وهل يوجد هنالك عمل أكثر عبادية من الصلاة ومن الركوع ومن السجود؟ الإسلام يقول الوقت نظمه، هذا وقت العبادة وهذا وقت العمل وهذا وقت النوم وهذا وقت الراحة، تنظيم. قيمة الوقت وقيمة الالتفات إلى الوقت، هذه الآن الحضارة المادية تعتمد اعتماد كلي على قضية الوقت، هذه من القيم الحضارية الآن. ولكن الإسلام قبل 1400 عام في عباداته في صلاته وجه المؤمنين إلى قيمة الوقت. الصيام يعتمد على الوقت، يعتمد على حركة الشمس ويعتمد على حركة القمر. الخمس يرتبط بالوقت. الزكاة وهي عبادة ترتبط بالوقت. الحج وهي عبادة يرتبط بالوقت، يرتبط بحركة الشمس ويرتبط بحركة القمر في مجمله وفي مفرداته. الله تعالى في هذه الآية، في المقطع الأول من هذه الآية المباركة، يشير إلى هذه الحقيقة. الحج له نظام، له وقت. الحج أشهر معلومات محددات، لا يمكن أن تتقدم على هذا الوقت ولا يمكن أن تتأخر عن هذا الوقت. هذا كان متداول كما يقوله المفسرون عند الجاهليين، كان الوقت عندهم مرنا متحركا. الحج ما كان إلى نظام معين، ما إلى وقت معين، أحيانا يكون في ذي الحجة وأحيانا يكون في شهر ربيع الأول مثلا، وأحيانا يكون في شهر جماد الثاني. وقت ما كان إله، وقت متحرك. ولكن الله تعالى يقول كلا الحج أشهر معلومات محددات، لها بداية ولها نهاية. البداية شهر شوال والنهاية شهر ذي الحجة، شوال ذي القعدة ذي الحجة. هذه النقطة الأولى في هذه الآيات المباركات
النقطة الثانية ونشير إليها بإجمال، هذه النقطة أن الحج له معطيات، من جملة هذه المعطيات أن الإنسان، نحن البشر عموما، نعاني دائما من شيئين: الرذائل الأخلاقية، كلها من فروع هاتين القوتين. القوة الأولى القوة الغضبية، القوة الثانية القوة الشهوية. هاتان القوتان يجب أن لا ننظر إليهما باحتقار، لا، هاتان القوتان وجهتا ولا زالتا توجهان حركة التاريخ من اليوم الأول. اليوم الأول اللي كان على الأرض عدة أفراد: آدم وحواء وهابيل وقابيل وزوجة هابيل وزوجة قابيل. يمكن في ذلك الوقت كان هنالك 6 أفراد على وجه الكرة الأرضية، يمكن. الآن كان عندهم أبناء في ذلك الوقت أو ما كان عندهم أبناء، ما أعلم، المهم في هذه الحدود. منذ ذلك اليوم هاتان القوتان توجهان حركة التاريخ. الآن هذه الخريطة القائمة في العالم، الخريطة السياسية، الخريطة الاجتماعية، الخريطة الاقتصادية، الخريطة الثقافية، لهاتين القوتين دور كبير في الوضع الفعلي القائم ووضع التاريخ. وإحنا في كل مفردات حياتنا أسراء هاتين القوتين. يعني تريد اليوم تقوم لصلاة الصبح، الشيطان بالذات للشباب يجرهم إلى مضاجعهم، هذا فرع من فروع القوة الشهوية، شهوة النوم. عندما الإنسان يدخل بيته ويواجه وضع غير مألوف في البيت، الشيطان يغريه، القوة الغضبية تتحرك. كثير من الأزواج يشكون من زوجاتهم المؤمنات مع الأسف، وكثير من الزوجات المؤمنات يشتكين من أزواجهن المؤمنين مع الأسف. هذا المؤمن اللي يجي للمسجد يصلي أخلاقه طيبة، يضحك في وجه الناس، عندما يدخل في البيت يتحول إلى إنسان آخر. النفرة، الخلاف، المشاكل كيف تتولد؟ لأن الإنسان عبد لهذه القوة الغضبية: الحسد، الحقد، البغضاء، العداوات، كل هذه الرذائل الأخلاقية، أو أغلب هذه الرذائل الأخلاقية من فروع هاتين القوتين.
إنسان ماشي في طريقه، عايش في وضع مألوف، تأقلم مع هذا الوضع، كيف يمكن التغيير؟ أشير إلى هذه النقطة وأختم. الأفراد الذين غيروا، الأفراد اللي حدثت في حياتهم تحولات، هذه التحولات ما حدثت عبثاً، وإنما حدث هنالك جو معين جعلهم يتحولون من أفراد مذنبين خاطئين إلى أولياء لله سبحانه وتعالى. بشر الحافي اللي كان ماشي في خط معين كيف تحول في ظرف، في جو؟ كلمة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، هذه الكلمة: مولاك حر أو عبد؟ قال الإمام: لو كان عبدا لما عصى مولاه. هذا وإذا به يوجد تحول في حياة الإنسان، ويتحول هذا الرجل الخاطئ إلى عبد تائب، مالك ابن دينار. كيف تحول هذا الرجل البعيد؟ ونحن كلنا نحب أن نتحول، هذه أمنية في قلب كل واحد منا. واحد يعيش ضمن المألوف ولكن غير مرتاح لهذا الواقع القائم، يجلس في مجالس الغيبة ولكن غير مرتاح لذلك، ضميره يأنبه. بالنتيجة احنا عندنا إيمان، ربما نذنب ولكن هذا الضمير يألمنا. هذا مالك ابن دينار الذي كان رجلا بعيدا عن الله، كيف تحول إلى ولي من أولياء الله؟ على أثر تحول حادثة. حين كانت له طفلة صغيرة يحبها جدا، ماتت هذه الطفلة. هذه القضايا، قضايا الموت الفجائي، تمثل تحول في حياة الإنسان. ورآها في عالم الرؤيا في تلك القضية المفصلة، جاءت هذه الطفلة، جلست في حجره كما كانت تفعل في أيام الدنيا، أخذت بلحيته وقالت: يا أبه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فأخذ يبكي هذا الرجل واستيقظ وتاب إلى الله سبحانه وتعالى مما كان. هذه الطاقة اللي تحول فرد من أقصى اليمين، من ذلك الخط إلى خط الله سبحانه وتعالى، هذه كيف توجد؟ هذا يحتاج إلى جو، يحتاج إلى طاقة. ومن أفضل الأشياء، من أفضل العبادات التي تحول هذه النفسية إلى نفسية مؤمنة تائبة متوجهة، تلك المشاعر: الحج، عرفات، مشعر، منى، رمي الجمار. وما في رمي الجمار من معاني عميقة الإنسان لا يمكن أن يشرحها، يجب أن يلمسها بوجدانه وقلبه.
تلك الأراضي تحمل نداء جبرائيل وصوت الخليل ودعوة خاتم الأنبياء محمد. وعبادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الإنسان يذهب يعيش في تلك الأجواء الروحانية. هذه من الأشياء المهمة التي تحدث تحولا عظيما في روح الإنسان، وهذا التحول إذا لم يحدث الإنسان في خطر. يعني حقيقة مثل ما أعلم ذهبتم إلى الطرق الجبلية الضيقة اللي واحد دائما يشعر بأن أقل ميل هذا يودي بحياته. الإنسان دائما هذا يحتاج إلى شعور، يحتاج إلى إحساس أن الإنسان يشعر أنه ضعيف وأنه ممكن في أي لحظة أن يقع وأن ينزلق. الحج، منى، عرفات، تلك المشاعر تعطي للإنسان هذه الطاقة الروحية الهائلة، فيعود وهو مزود بملكة التقوى. في هذه الآيات المباركات هنالك إشارة 5 مرات إلى كلمة التقوى ومشتقاتها، لأن الحج مكان يعطي للإنسان هذه الملكة. الله تعالى يقول: وتزودوا من الحج. الحج يزود المؤمن، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفضل العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي